في إبريل سنة 2015 إبان الاجتياح المسلح لميليشيا الحوثي والمخلوع لمحافظة لحج، شهدت مدينة الحوطة معارك شرسة بين المقاومة والإنقلابيين أسفرت عن ضحايا من المدنيين الأبرياء. أم نزار واحدة من ضحايا المسيرة الدموية للميليشيا الإنقلابية، داهمت حمى الضنك جسد طفلتها فغامرت بحياتها لتجلب العلاج لها ولأحد جرحى المقاومة، فبدرها قناص برصاصة استقرت في عمودها الفقري. خارج رحت المستشفى قبل بنتي، كان بنتي مصابة بالحمى شنقت علينا. طبعا زوجي كان مش موجود، كان بصنعاء ذيك الأيام. رحت عند أخوها في المدرسة، احنا كنا نازحين بسفين قطنا مسكختك على بال ما روح جيب علاج ورجع. رحت المستشفى طلبني قناص من الزراعة وأنا يصير عند الثقافة، اصطبت في ظهري، سعفوني المستشفى إسعافات أولية. خرجت قالت بتجيب الدواء، يعني عمل إنساني، في اشتباكات كانت موجودة، نحن قلنا ارجعي اشتباكات. غمرت لتنقذ حياة غيرها، لكن قناصا عاجلها برصاصة لم تكن تدرك خطورة إصابتها بها. أثناء عملي في مستشفى ابن خلدون كضمن الفريق الميداني للإسعاف الجرحى، وصلت إلينا المصابة الأخت أم نزار بطلقة بالجهل يسرى من غناص. وقتها لم تكن عندنا الإمكانيات الكافية لتحديد موقع الطلقة بالضبط. تم إجراء لها الإسعاف الأولي وتم تحويلها لمستشفيات متخصصة. تبين لاحقا بعد متابعة الحالة أن الطلقة اخترقت التجويف البطني، ولا زالت الطلقة حتى اللحظة في جسمها في الجهة اليسرى في الجهة العلوية من الكلى. أم لثلاثة أطفال أعيتها الإصابة التي باتت تهدد حياتها وأصبحت عاجزة عن خدمة نفسها، فضلا عن القيام بشؤون منزلها ورعاية أطفالها. بس والله اللي قارني عيالي، بس قارني عيالي في الدنيا، ما الحمد لله ولا مشتي من الدنيا شيء، بس تفرق على وجه عيالي حسن، تفرق على وجه ابني، ابني 11 سنة صباح أخدمني ابني مفروض يلعب يفرح يدرس، بس ما يشيل همي صباح ابني شايل همي، غير ولا اشتي من الدنيا ان ربي يرحم عيالي، بس ولا اشتي شيء غير كذا، ولا اشتي من الدنيا حاجة. تظن أم نزار أنها لم تمنح نفسها الاهتمام المطلوب، لكن ماذا كان في يدها لتفعله لنفسها ولم تفعله؟ وهملت نفسي، مش إنها همال يعني بذات قناعة ورضا، لا غصبا عني اهتم. لما بعد ما صفت الدنيا كنت روحي قري ولا في أمل من مكان، رحت أطبه بلا حدود نفس الكلام، رحت 22 مايو نفس الكلام، رحت بن خلدون نفس الكلام، رحت النقي ما فيش سوي مغنى سوي ذي المقطعية رنين على قول فيش، ورنين كمان تشوف الدنيا كيف غالية، احنا ناس الحمد لله. وكان أول مش تأثرني الرصاص زي ما الآن، دحين ما عاد أقدر أمشي نهائيا. رحت المستشفى من أيام عند دكتور جراح حول لك الشافة، قال الرصاص أخذ في موضع خطير باقي شوية تدخل فقرة العمود، حولنا عند دكتور مخ وعصاب دكتور جميل مروان، حول لي محورية على أساس إذا هي ما فيش أي يعني إذا هو مكان يشتي حددها مشان العملية، وكلتي خربانة كلتي اليسار ما أقدر بول ولا. مع مرور الوقت تزداد حالة أم نزار سوءا، بل خطورة تهدد حياتها فعلا. بقاء الرصاصة بالقرب من حبلها الشوكي يضاعف ألمها ويهدد حياتها. حاليا مش مستقرة، الدكتور قال شوية تدخل في الفقرة، حسها نار تصف ظهري، أنا رجولي وارمين وظهري ما أقدر أمشي ولا أقدر أشي، الدكتور قال خطر كبير تحرق قلب أسرع ما يمكن. الحين أسرع ممكن من فين؟ كنت أمشي الآن حاليا لي 6 أيام أو 7 أيام ما أقدر أمشي، شلوني شلل الحمام لهنا، لا عاد قدرت مهار ولا أصطاد العيالي ولا أقدر أسوي أي عمل. أنا دخلت عليها ويحملها زوجها أقسم لك بالله لما الحمام وجابها وعلى دم اللي تشوفه، يعني إنسانة بالشكل ده إيش عاد باغي، درجة إنها مرة جيتني عندها بالليل أزورها بسد معانا غليل وتفقد الوعي. تساؤل مر أطلقته والغصة تخنقها،
ويكاد الوجع يخرج في كل حرف تقوله عن حالتها وما وصلت إليه. ما حد يحس لك عثمة يوقعك، وما حد داري ما يشوف حد. يعني معك فلوس بتعالك ده الزمن، بس معك فلوس صبرك، صبر صبرك على الله. هذه الأسرة وأمثالها هم مجال عمل المنظمات الدولية للإغاثة، لكن المساعدات المخصصة لهم لم تعرف طريقها إليهم حتى الآن. ظروفها كما دحين، زوج بلا شغل، هي كمان بلا شغل، جهال محتاجين مدارس، محتاجين مصاريف، محتاجين هذا بحد أدنى. محتاجة هي يعني إنسان يوقف جنبها أولا وأخيرا في محنتها في اللي هي فيه. عيالي قالوا لي من السوق، أكل السوق أكلوا، جمعية وقل أكل السوق، أكل السوق شو؟ لا أقدر أسوي، لا أقدر أتمهر، لا أقدر نجع، لا أقدر أسوي شيء. سمالي مطاريح عيالي، الناس يرحموا عيالي، يغسلوا عيالي، يصبروا العيالي، غير ما في. إذا تقدوا الجهال دونا ما يلاقوش العشاء، يعني ظروفها زايد زايد تعبانة. وأني أقول هذا الكلام مش لأنها صديقة أو أخت، لأني أنا أجي زورها، يعني واصلت ردد عليها وشوف حالتها. حالتهم تعبانة زيادة، وزيد الزوج هو بنفسه في بالقلب، يعني على قرابع، يعني من الساعة 6 الصباح لما يروح على الظهر هو قونية من لقونية داخل شارع دل لحد القرابع حق الشملان، يعني مشان حق الغداء، ولو تغدوا ما يتعشون. عايشين على دبب، دبب حق الشملان، لقطوهم يبيعوهم ومصروفهم اليومي، يومك يومك يأكلوا يعني، وتمشي حالها بهم. بس شوف انت انسان لما يكون صاحب راتب غدا احيانا ما يقدرش يكفي بيت، ما بالك هي في ظروف هذه. حالتهم صعبه جدا، ونقول لك انا حبيت اصحاب المقاومه واستدعيتهم خليتهم يجوا ينفقوا عليها. صعبه جدا من الماديه، ما لا اعمال، مش موظف زوجها وهي مش موظفه، على باب الله عايشين على دبب، يعني من الحوايف من بيوت تعيشوا، يعني حالتهم على بالله. حلقت الهموم من كل اتجاه في سماء هذه الأسرة التي لا حول لها ولا قوة، أسرة محرومة من ضمان حقها في السكن، ومحرومة من ضمان حقها في التداوي. صاحب البيت فوق، يعني فوق راس أولادي، إنه أجا أمس صاحب البيت أبو البيت أجا يطالب حق الإيجار، قتلوا البنت ذاكين مدة داخل مشلول، تعال بوريك في به الإيجار 5000 بس، من هون دحين شهرين ما يسلموش. البيت اللي هي فيه هذا دحين يهددوهم بالخروج منه عشان ما قدروش يدفعوا الإيجار، يعني بالوضع اللي هي فيه وعدهم يهددوهم انهم يطردوهم منه. كيف تشوف بالله عليك؟ تتسلح أم نزار بإيمان عميق وبثقة في أن الله لا شك سيكون معها. الحمد لله على ما صابني، رجع أقول الحمد لله على ما صابني، الحمد لله حكمة الله علينا كذا، قدرها الله، الله كريم. حالتها يوما عن يوم تزداد سوء، فإن شاء الله قادر المستطاع تلاقي الذي يعمل لها العملية هذه ويتكفل بعلاجها. بذلت الأسباب وطرقت كل الأبواب، وملفها مدخم بالمذكرات وفواتير العلاج وبإجراءات طبية مطلوبة هي لا تفهمها ولا تملك القدرة على دفع فاتورتها. أيوة، رحت مكتب الشهادة الجرحى عند الأستاذ حماد سلمان، قال لي قبل ورقة تقرير أولي، على أساس أن أنا وديع عند المحافظ ساعدش إن شاء الله، وديته لأنه ردوا لي كلام تقريبا أسبوع أو شيء. ورحت 22 مايو مكتب الشهادة الجرحى اللي في مدة السنة 22 مايو نفس الكلام، قال لي ما نقدر نسوي شيء، لا معانا أي مساعدة، نحن نساعد الشهداء بس. طيب الشهيد مات وارتاح الحمد لله، بس احنا الان في وقع، الوقع يقتلني كل يوم اكثر من اول يوم اللي سبق. انا بقول دم دم صافي، انا بقول حاس وقع حد. قالوا جبت تقارير جيب هذا، رحت لخور مكسر محل يعني الاقل جمعيه النرويج مدري ايش، يعني مساعده، قتلهم سيارتي استابت برصاصه ودي كامل مشلول دخلت البيت. يعني طالما انتم تساعدوا النازحين وهذا، يعني هي كي نازحه من قز النازحين. قالوا خلص احنا بنتواصل احنا وانتم، الان نروح اربع اشهر ولا حد وصل لنا. قفلوا زي التلفون الذي كنا نتواصل احنا وهم بفيبو، قريتنا معاهم زي نفس الوقت. رحت في واحد قال بيساعدنا احنا بالشيخ مشان نصلح العمليه، رحت لما هناك انا وهم ما فيش فائده،
وهي تقري وزوجها وزوجها يروح كمان يقري وهذا ما ماشي يعني حاولنا بقدر ما نستطيع ما فيش. تواجه أم نزار الموت ببطء في ظل تدهور حالتها، ولم يعد لها من رجاء سوى التفاتة من ذي ضمير في الجهات المعنية لوضع حد لأوجاعها ومعاناتها. حالة زي كذا حرام أن أحد يتفرج عليها وبالحالة دي، إنها إنسانة تعبانة وفقيرة جدا محتاجة لأي حد يساعدها، والحالة اللي هي فيها مش بسيطة. لشتي بس إني تعالق، بس تعالق ولشتي غيرها شيء. ملك للشرب الحمد لله نأكل نشرب، زقيقي مننا ومننا ونأكل نشرب. اشتي علاق بس، اشتي أي حد من هالخير وهالعون اللي يحبوا إنهم يعملوا خير في الدنيا دي، إنهم يوقفوا جنب البنت دي يعملوا لها العملية هذه، ويوقفوا جنبها حتى إنها توقف على رجولها منشان نفسها أولا ومنشان أولادها، لأنها بصراحة محتاجين لها، وهي نفسها كمان بنت صغيرة مهما كان. المساعدة للبنت هذه أن تقوم مع عياله وزوجها والبيته بس، يعني يعني قهم يعني قهة مختصة من تجار من المهم من أي مكان، أهم شيء إنه هني يفوق يعني بالبيت هذه، لأن حالته تعبانة للنهاية مش قادرة في أي مكان، فين تروح؟ وقبل أن ننهي تصوير هذا الفيلم، رغب ولدها نزار في أن يقول كلمة اخترنا أن نختم بها. سألناه ماذا ستقول فأجاب: ساعدونا يعني صلحوا لهم العملية والكشافة كل حاجة يعني، وإذا إن شاء الله إذا نجحت العملية إن شاء الله بنبغى ندعي لقناتكم إن شاء الله. الطفولة براءة ونقاء تزدان بها الحياة، ليس في الكون أجمل من ابتسامة طفل تنتشلك من بين أكوام الهموم. لكن ماذا لو تعرضت الطفولة للانتهاك وبات الهم والحرمان جزءا من حياة الطفل؟ هكذا صارت حياة الطفل عبد الرحيم وإخوته السبعة. طفل عصفت الحرب في تعز بأحلامه، قضت الميليشيا على سعادته المعيشية. عبد الرحيم هو الأكبر بين أشقائه، فجأة وجد نفسه مثقلا بأمانة فرضتها عليه الأقدار، أمانة تنوء الرواسي بحملها، وكتب على هذا الطفل أن يحملها مبكرا. شهران وأيام فصلت بين ارتقاء والده ووالدته، اختلف الكيف لكن النهاية واحدة والقاتل واحد. بمرارة يلخص عبد الرحيم الحكاية: ريمت بجبل قراقة تلت القيناها من حق رصاصة قناصة حوثي، أمي من حق القناصة من القذائف لهونة حق الحوثة، أقال رقم تبل هنا أقاتله، وبعد أمي قاش يدخل أخواني القهال صام والحبة قا هنا بالبتاذي حبا قاع فوق عند البير وحده قال هنا وقاش تمسك اخواني الجهال واخي اخي ذم انا كلهم متعافين ما هم وبي مات. سيقضي عبد الرحيم واخوته بقيه اعمارهم ايتاما بعد ان حرمتهم الحرب من حنان الام وعطف الاب. كل ما بقي لهم في هذه الدنيا جدهم ابراهيم، بكبرياء يتذكر الأب المكلوم تأريخ فقد ولده ومقتل زوجته. أنا أبو أبوهم، أبوهم استشهد في جبل جرة وفي عام 15/9/2015، وأمهم استشهد وأجت قذيفة لهنا للشارع برضو في 20/11، واستشهد أمهم هنا في الباب. استشهد الأب والأم وترك كومة لحم سيتعين على الجد إبراهيم غانم حمود الوصابي رعايتهم حتى يشتد ساعد أكبرهم، وحتى ذلك الحين سيكون من الصعب أن يتحمل الجد المسؤولية وحده،
في ظل الغلاء والتدهور المعيشي. نقوم بالواجب إن شاء الله، لما يبقوا رجال، وبعدين نقول كل واحد عليك الله، لقاهم رجال مزوجين وكل شيء. كان واضحا أن الحاج إبراهيم يكابر وهو عديم الدخل محدود الإمكانية. طاقتي أنا إنسان مانيش حتى لا موظف ولا شيء، أنا مانيش موظف، أنا إنسان عادي. ما كان أول كنا نشقي ذا الحين ما قطع علينا الشغل. أهل الخير يتكفلوا بالأطفال، وأنا يعني ما شنقصرش إن شاء الله. زرنا مسرح الموت حيث قتلت الأم، وجدنا شواهد القتل لا تزال ماثلة. هنا وقعت قذيفة الموت واخترقت شظاياها الأبواب الآمنة. كان العم إبراهيم الوصابي يشرح لنا عن المشهد الرهيب، وحكى لنا كيف اخترقت الشظايا باب هذا الدكان الذي كان مسكنا لأسرة فقيرة، وكيف تمزق جسد امرأة كانت بداخله، وكيف جمع الجيران جثتها. ثم تحدث إلينا كيف قتلت زوجة ولده الشهيد عبد الجبار. خرجت خذ هذا الولد، وخرج وأخذ الولد الثاني، ودخلت والشظايا لحقت في الصدر. قتلت إذن أم يحيى، وبقي يحيى الذي افتدته بروحها شاهدا على قسوة الإنسان. ذهبت إلى الجنة، هكذا يعتقد أطفالها، وكذلك يجيبون ببساطة عمن يسألهم عن أين بابا وماما. الجنة. ماما. ماما جنة. عمي عبدو بالجنة. أيوة. وماما بالجنة. وعمتي عبدو بالجنة. الجنة. أربعة وستون يوما فقط فصلت بين استشهاد الأب والأم. كان هؤلاء الأطفال لم يستوعبوا خلالها صدمة استشهاد الوالد حتى لحقت به الأم. هنا قتلت بينما كانت تقوم بدورها الطبيعي لإنقاذ طفليها إبراهيم ويحيى. من هذا الثقب نفذت الشظية إلى قلب أم عبد الرحيم لتنهي حكاية أم حاولت أن تشمل أطفالها المحرومين لتوهم من والدهم الذي قضى برصاصة قناص من ميليشيا الحوثي والمخلوع. يحاول عبد الرحيم أن يكابر، لكن مشاعر الألم تطغى عليه حين يستذكر كيف استشهد والديه وأنه بات بلا أبوين، فتجتاحه الغصة لتتزاحم مع كلماته البريئة. ذا لما مت ما كنت شلنا، ذا لا قابلنا للبيت. كنت حزينة أنا على أبي وأمي. بمرارة وألم يعيش عبد الرحيم أكثر من بقية إخوته مشاعر اليتم. تتبين في صدره مشاعر الأسف على فقد أبويه، فتجتاحه مشاعر الخوف والحنين. يعني أكي أقصد فقدهم بالليل. ليش؟ كنت أحبهم وقس عندهم. يعني قس نقس إحنا هم. يعني قس أبكي وأنزل أزورهم للهناك للمقبرة. يعني حس نفسي عنا تخيل انهم ما يرجعوش. يعني ذا يعني قس بالله اخاف وقس اقوم استلع اخواني وبكي. فجأة وجد عبد الرحيم نفسه مسؤولا عن اخوته، وبات مسكونا بالمسؤولية عنهم، يحاول ان يقوم بمهمته كما لو كان كبيرا فعلا. يكبر أيتام الشهيد ومعهم يكبر ألم الفقد، ويدرك الجد أن المسؤولية كبيرة والحمل ثقيل. عندها يختار التوجه برسالة. أودي رسالتي إلى الأمة العربية كاملة، موش أوديه لشخص ولا المملكة العربية السعودية، وإلى جميع المسؤولين اليمنيين أن ينقذوا هذول الأطفال من اليتم حق الأب والأم. ومعه اختار حفيده عبد الرحيم إعلان أمنية باتت أمنية ليس لأطفال تعز فقط، بل لكل أطفال اليمني والعالم. نحن نشي الحرب هذا يوقف، نشي نقص بيتنا بأمان براحة داخلت البيت نفس ما كنا من أول. بس هذه الأيام الدنيا يعني كلها حرب، ما نعرف لا نخرج ولا نرجع.
طالت الحرب كل شيء جميل في تعز، أضحت الشوارع خالية إلا من أصوات الرصاص وأطقم الميليشيا والمقاومة. حل الخوف محل الأمن وبات القلق سائدا. قريبا من مسرح الموت يحاول الأطفال البحث عن مساحات آمنة تنسيهم ولو للحظات أجواء الحرب وبشاعة المجازر. وفيما الكبار منشغلون بالحرب والسياسة، ينتظر الصغار أيد حانية تخفف من وطأة اليتم، حتى لا يعتقد عبد الرحيم وأمثاله ممن حرموا نعمة الأب والأم أنهم وحدهم.